أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يسأل عن بعض الكتب التي تتحدث عن قصص الأنبياء، ويعني يقول أقوم بقراءتها وهي مأمونة. الكتب التي تحدثت عن قصص الأنبياء أصدقها كتاب الله عز وجل، إنه ذكر أخبار الأنبياء وأممهم. أما من جهة الكتب مثل البداية والنهاية لابن كثير، وكذلك تاريخ الأمم والملوك لابن جرير، وقد جاء بعض العلماء واستخرج قصص الأنبياء كتاب مستقل من البداية والنهاية لابن كثير، فلتراجعها. نعم.